السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام. متابعي قناة من الآخر خلصنا، معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز وترتيب الهدافين بعد نهاية مباريات اليوم السبت 30/11/2024 في الجولة الثالثة عشر، جولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز. قبل ما أبدأ الفيديو أرجو من حضراتكم الدعاء لإخواننا المجاهدين المسلمين في فلسطين ولبنان والسودان وسوريا واليمن وفي كل مكان. اللهم اغفر لهم وارحمهم وادخلهم في سيح جناتك يا رب العالمين. اللهم ادخلهم في الفردوس الاعلى من الجنه يا رب العالمين. اللهم انصرهم على الصهاينه، اللهم انصرهم على اعدائك اعداء الدين. اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عليه الصلاه والسلام. اليوم السبت 30/11/2024 نادي برينتفورد فاز على ليستر سيتي 4-1، احرز الاهداف يوان ويسا في الدقيقة 25، اسيست كيفن شايد، الهدف الثاني عن طريق كيفن شايد في الدقيقة 29، الهدف الثالث عن طريق كيفن شايد في الدقيقة 8 من نقطة الضعف في الشوط الأول، والهدف الرابع عن طريق كيفن شايد في الدقيقة 59. متابعينا الكرام، كيفن شايد هاتريك، يا ما شاء الله. مين كيفن شايد ده؟ ليستر سيتي سجل الهدف فاكوندو بونانوتي في الدقيقة 21، اسيست جيم فاردي. كريستال بالاس تعادلت امام نيوكاسل يونايتد 1-1، احرز ده في كريستال بالاس دانيال مونيوز في الدقيقه 4 من نقطه الضعف في الشوط الاول، الشوط الثاني اسف. هدف نيوكاسل عن طريق مارك جيهي في الدقيقه 53. نوتنغهام فورست فاز على ابسوتش تاون 1-0، احرز ده في كريس وود في الدقيقه 50 ضربه جزاء. ولفرهامبتون خسرت من بوردموس 2-4، احرز ده في ولفرهامبتون يورغن ستراند في الدقيقه 5، والهدف الثاني عن طريق يورغن ستراند في الدقيقه 69. أهداف بورنموث عن طريق جوستن كوليفورد في الدقيقة الثالثة ضربة جزاء، وميلوش كيركز في الدقيقة 8، وجوستن كوليفورد في الدقيقة 18 ضربة جزاء، وجوستن كوليفورد في الدقيقة 74 ضربة جزاء. يعني ما شاء الله أربع ضربات جزاء اتحسبوا لبورنموث. هو في إيه؟ إيه كل ضربات الجزاء دي؟ هو الفرامبتون كانت بتدافع إزاي ولا بتعمل إيه بالظبط؟ ويست هام يونايتد خسرت من أرسنال 2-5، أحرز دفاع ويست هام ارون بيساكا في الدقيقة 38، اسيست كارلوس سولير، الهدف الثاني عن طريق اميرسون بالميري في الدقيقة 40. ارسنال احرز الهدف الخامس عن طريق غابرييل ماجاليش في الدقيقة 10، اسيست بوكايو ساكا، الهدف الثاني عن طريق لياندرو تروسارد في الدقيقة 27، اسيست بوكايو ساكا ايضا. مارتن اوديجارد المركز 34 سجل الهدف الثالث ضربة جزاء، الهدف الرابع عن طريق كاي هيفرتس في الدقيقة 36، اسيست لياندرو تروسارد، والهدف الخامس ضربة جزاء سجلها بوكايو ساكا في الدقيقة 5 من نقطة الضعف في الشوط الاول. يعني الخمس اهداف والاثنين اللي هنا السبع اهداف تسجلوا في الشوط الاول. بالنسبه لمسابقه التوقعات عايزين نشوف، انا كنت طالب يوم السبت مباراه ارسنال امام ويست هام يونايتد، وغدا الاحد طالب مباراه تشيلسي امام استون فيلا، ومانشستر يونايتد امام ايفرتون، وليفربول امام مانشستر سيتي. طبعا كل مباراه منفصله هناخد فائز لها واحد فقط، ولكن الاول خلينا ننتقل الى مكان التعليقات. طيب بالنسبه لمباراه ارسنال هنا اتوقع فوز ارسنال على ويست هام 1-0، طبعا هي 5-2 فوز ليفربول ماشي، ايفرتون هو توقع واحد من هذا المستخدم المحترم، وللاسف الاجابه مش صح. ودي مشترك اخر توقع ارسنال 2-0، ولكن ارسنال كسبت طبعا 5-2. مش عارف الناس ما بتشاركش جامد ليه، ولكن انت عندك فرصه لسه في المشاركه للمباريات المتبقيه غدا. توقع لي في هذا الفيديو او في الفيديوهات اللي فاتت دي مباراه تشيلسي امام استون فيلا، ومانشستر يونايتد امام ايفرتون، وليفربول طبعا امام مانشستر سيتي. الفائز له كارت فكه زي ما قلنا، او رصيد ب 12.5، او يعني لو انا على حسب اللي انت عايزه بالظبط. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري، ترتيب الهدافين طبعا طولت انا اسف. ليفربول المركز الاول 31 نقطه، ارسنال المركز الثاني 25 نقطه، برايتون المركز الثالث 23 نقطه، مانشستر سيتي المركز الثالث مكرر 23 نقطه، تشيلسي المركز الخامس 22 نقطه، نوتنغهام فورست المركز السادس 22 نقطه، برينتفورد المركز السابع 20 نقطة، توتنهام المركز الثامن 19 نقطة، استون فيلا المركز التاسع 19 نقطة، نيوكاسل المركز العاشر 19 نقطة، بورنموث المركز 11 18 نقطة، فولهام المركز 12 18 نقطة، مانشستر يونايتد المركز 13 16 نقطة، ويست هام يونايتد المركز 14 15 نقطة، ايفرتون المركز 15 11 نقطة، ليستر سيتي المركز 16 10 نقاط، كريستال بالاس المركز 17 9 نقاط، ولفرهامبتون مركز 18 9 نقاط، ابسوتش تاون مركز 19 9 نقاط، ساوثهامبتون مركز 20 والاخير 5 نقاط.
بالنسبة لترتيب الهدافين، في المركز الأول إيرلين غالاند لاعب مانشستر سيتي 12 هدف، المركز الثاني النجم مصر محمد صلاح لاعب ليفربول 10 أهداف، المركز الثالث كريس وود لاعب نوتنغهام فورست 9 أهداف، المركز الرابع بريان موبيمو لاعب برنتفورد 8 أهداف، والمركز الخامس كول بالمر لاعب تشيلسي 7 أهداف، وماتيوس كونيا لاعب ولفرهامبتون، ونيكولا جاكسون لاعب تشيلسي، ويوان ويسا لاعب برنتفورد. تابع الكرام اشترك في القناة وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو، آسف على التأخير والإطالة. كان معكم محمد نور الدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.